السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سادة المشاهدين أحييكم أينما كنتم بتحية مليئة بالأمل رغم الألم في برنامج خطوط النار استغل فصيل جيش الثوار التابع لقوات سوريا الديمقراطية حرب الثوار في ريف حلب الشمالي وكذلك حرب الثوار في ريف حلب الجنوبي فاستغل وبتغطية نيرانية وجوية من النظام ومن روسيا التي حرقت الأرض بنيرانها ونيران طائراتها استغل هذا الهجوم بهجوم على الأشرفية في حلب الشهباء وما حولها والسكن الشبابي فصده الثوار وكبدوه خسائر فادحة في العدة والعتاد ثم بعد ذلك أراد هذا الفصيل فصيل جيش الثوار ومن معه من البيديه والبيكيكي حصار حلب فقنصوا على طريق الكاستلو، هل يريدون حصار حلب؟ ولكن الثوار كانوا لهم بالمرصاد. نناقش هاتين النقطتين في حلقه اليوم، الاشرفيه وما حولها من معارك وطريق الكاستيلو رئه حلب. في حلقه اليوم. اهلا وسهلا بكم مجددا سادتي المشاهدين. أرحب بكم كما أرحب بضيوفي ضيفي هنا في الاستوديو أبو المجد كوملة قيادي في لواء أحفاد صلاح الدين الكردي المتواجد في حلب الشهبة أهلا وسهلا بك أبو المجد أهلا وسهلا بك أخي الكريم الله يبارك فيك كما أرحب عبر سكايب بالقيادي في الفرقة 16 محمد رافع الراية أهلا وسهلا بك أخي محمد الله يبارك فيكم أخوي استغل جيش الثوار ما يدور مع الثوار من معارك ومن ضغوطات سياسيه وعسكريه على الارض فقام وانقض على الثوار هناك في حلب في الاشرفيه وما حولها وحول السكن الشبابي هناك ماذا جرى؟ نتابع هذا التقرير ثم نبدا النقاش. معركه جديده يخوضها الثوار على اطراف مدينه حلب ضمن زحمه المعارك التي تجري في ريفيها الشمالي والجنوبي. في السادس عشر من شباط الماضي حاولت ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة بجيش الثوار اقتحام أجزاء من حي الهلوك مستغلة بذلك انشغال الثوار بمعركتهم ضد قوات النظام بريف حلب الشمالي بهدف التقدم والسيطرة على طريق الكاستيلو الذي يعتبر المنفذ الوحيد لمدينة حلب لكن محاولتها باءت بالفشل قامت كتاب من جيش الثوار المرتزقة باقتحام الاحياء الهلك والشيخ فارس وبستان الباشا والمدعومه من دي والحمد لله تم تصدي لها من قبل الفصائل الموجوده في المنطقه يقول لنا ابو مجاهد بان الثوار يخوضون معارك عنيفه ضد ميليشيا وحدات حمايه الشعب التي عملت بالتنسيق مع قوات النظام والطيران الروسي الذي نفذ عشرات الغارات على منطقه العمل لكن الثوار استطاعوا السيطره على الموقف وتكبيدهم خسائر كبيرة وأسر عدد من مقاتليهم قام جيش الثوار بمساندة من الحزب البككي وجيش النظام باقتحام على الأشرفية والسكن الشبابي لقطع طريق حلب طريق الكاسترلو لم تدخل الهدنة حيز التنفيذ لدى ميليشيا وحدات حماية الشعب فواصلت هجماتها على جبهتي الأشرفية والسكن الشبابي بالإضافة لتكثيف رماياتها النارية على طريق الكاستيلو مما أدى لسقوط شهداء مدنيين بحب بلشت الهدنة طبعا جيش السوار ملتزموا بهذا الشيء وضربونا بكافة أنواع الأسلحة حتى عندنا أحد الشباب طبعا مباح تصاوب وكل هذا طبعا موثق طبعا جيش السوار مباشر وقت بصير عليهم أي ضغط مباشرة الطيران بطلع بيأزرهم تتصدر عناوين الايام المقبله معارك غير مستبعده يستعد لها الثوار وياخذونها بالحسبان للحفاظ على طريق امدادهم الوحيد. محمد رافع الرايه القيادي في قياده الفرقه ال 16. حبذا ان نبدا من عندك. نعم. تابعنا التقرير، ما هي اخر التطورات التي تجري على الارض عندكم في حلب الشهباء؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخوي الآن ومن بداية المعركة ما هدت الأمور إلى الآن قصب زيادة آآ قنص المهم عم كل الأسلحة ضد المناطق تحت سيطرة الجيش الحرب طيب الآن في الأشرفية وفي حول الشيخ مقصود وسكن الشبابي. الان من يقاتل من هناك ما هي القوى الموجوده هناك وتقاتلون من انتم تقاتلون النظام ام تقاتلون البيكيكي البيدي من تقاتلون نحن فصال جيش الحر صارت جبهه مقسومه يعني نصين نص ضد النظام ونص ضد حزب اليابكي وجيش الثوار من بدايه دخول الهدنه كي ما التزموا بالهدنة علما انه كل الناس تعرف انه هن طرف مع النظام ما التزموا بالهدنة وصاروا يقنصوا ويضربوا بكافة انواع الاسلحة وطبعا نحن ردينا عليهم الرد المناسب والفصائل اللي عم كلها فصائل الجيش الحر الموجودة بحلب كل الفصائل بدون استثناء طيب وهذا مصير حلب وكل بيعرف حلب وريفة ودول تمردوا بدعم روسي جو روسي وكل الناس تعرف الدعم الروسي ايش دعمهم للمرتزقة بالطيران طيب عندنا هنا في الاستديو ابو المجد كوملا وهو كردي حبذا ان ننتقل نسمع منه ابو المجد ما يجري الان في حلب مؤخرا جرى في الريف الشمالي ليس كلامنا الآن على الريف الشمالي في حلب الآن كلامنا على حلب ما يجري في الأشرفية وما حولها أنت كردي وعسكري والآن ربما إصابتك لم تبرأ بعد طيب ما الذي يجري هناك أنت ككردي أنا أريد أن أسمع من الأكراد أولا أترحم على شهداء الثورة السورية عامة وشهداء الأكراد السوار الذين قتلوا على يد حزب الاتحاد الديمقراطي البيدي خاصة لمدة أربع أعوام لحتى هاي اللحظة حزب الاتحاد الديمقراطي قام بتفريغ المناطق الكردية من السوار الأكراد قام في اعتقال وهجر وقتل والشيخ مقصود والأشرفية تحديدا كانت هناك مظاهرات بالآلاف من الأكراد السوار ضد النظام ضد النظام والنظام لن يتجرأ كان الى قتل اي كردي في ذلك الوقت لأن النظام يعرف بأن عندما يسور الأكراد سوف يسقط نهاية فقام في تجيش حزب الاتحاد في حزب العمال الكردستاني جناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي القيادي، قام في في تجيشه ولقمع الانتفاضه الكرديه ضد النظام الانتفاضه التي كانت مع الثوره السوريه منذ انطلاقها في جمعه ازادي حتى هذه اللحظه ومنذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظه حزب الاتحاد الديمقراطي قام بتفريغ المناطق الكرديه مثل الشيخ مقصود والاشرفيه في مدينه حلب وباقي المناطق الكرديه بشكل عام في المناطق السوريه. انتم علاقتكم انتم كلواء احفاد صلاح الدين وانت قيادي في هذا اللواء، علاقتكم مع هؤلاء كيف كانت بدايه ثم كيف انتقلت حتى اصبح بينكم ما بينكم من الحرب ومن الكره والبغض؟ أخي الكريم أول ما قام نقيب بيوار مصطفى في الانشقاق وقام في القتال بجانب أخوته السوار في مدينة الرستن طبعا هو كردي هو كردي نعم أجا على قرية جلمة في ضواحي مدينة عفرين قام في إنشاء كتيبة صلاح الدين الأيوبي وقام حزب العمال الكردستاني البيكيكي في الهجوم على هذه الكتيبة وقام في قتل تسعة عناصر من هذه الكتيبة بحجة ماذا؟ بحجة بأنهم عروبيين أردوغانيين الحجج كثيرة يعني انا أتفاجأ في هذه اللحظات تحديدا بان جيش السوار بما يسمى جيش السوار وقوات سوريا الديمقراطيه تقاتل بجانب هذا الحزب هذا الحزب الذي قتل مئات الاكراد السوار وهجر الالاف واعتقل مئات الالاف حتى هذه اللحظه استغرب بانه عمال يقاتلوا بجانبهم ونحن اللي رفعنا علم الثوره السوريه قام هذا الحزب في قتلنا باتهامنا بالعروبيين باتهامنا بالتابعيه لكن نحن ما نلحظه وخاصه في في ادلاء صحفي قامت فيها قوات سوريا الديمقراطيه ادلاء صحفي قال نحن ما عندنا مشكله مع الثوار يعني ولا مشكله معكم هكذا يقولون لكن مشكلتنا نحن مع التنظيمات التكفيريه يريدون تنظيم الدوله اولا استاذي الكريم والخلي يشاهد الجميع على الملا في مدينه حلب وبالاشرفيه وبالسكن الشبابي تحديدا لا يوجد لا تنظيم داعش ولا جبهة النصرة ولا أي تنظيم تابع للقاعدة هم أبناء الثورة السورية هم الذين حمونا المظاهرات في حي الأشرفية وكانت جمعة أدلب مقبرة الطائرات كانت شاهدة إلى ذلك عندما قام مجموعة أبو ربيع عندما قام مجموعة أبربيع بالحضور إلى جامع صلاح الدين في حي الأشرفية وحماية المظاهرة أول يوم العيد قام حزب العمال الكردستاني الباكيكي بالنزول من مد... من حي الشيخ مقصود إلى الأشرفية لقمع هذه المظاهرة وقتل 16 شهيد من الجيش السوري الحر هؤلاء وأنت ليسوا وأنت كنت في و... ذاك الوقت وأنا كنت... كنت في ذلك المظاهرة وأنا شاهد على ذلك المظاهرة حد هذه اللحظة شهداء سقطوا وقت نزلوا الشيخ من الشيخ مقصود كي لقمع المظاهره اجوا وقت الجيش الحر ليحموا هالمظاهره وتحديدا من الفرقه 16 حاليا <applause> وتحديدا من الفرقه 16 حاليا طيب دعني انتقل الفرقه 16 قياده في الفرقه 16 موجود معنا عبر سكايب محمد رافع الرايه حبذا ان تذكر لنا ما الذي فعلته قوات كي انذاك في بدايه الحراك السلمي اخي كل الناس تعرف انه الاكراد إن ضمن كانوا ضمن الثوره من بدايه الثوره <applause> كانوا من ضمن الثوره واللي قمعهم النظام ما يحسن يقمعهم لانه ما يعرف يميزهم بس حزب اليبكي او البيكيكي هو اللي كان يميزهم باعتبار كانوا بارضه <applause> وله مخابراته وله اتباعه كانوا يقمعون طرق طرق النظام نفسه يعني مه. نحن بدورنا يعني عملنا اللي علينا وكانوا بالإشرافية كل الناس بتعرف الحزب اليباكي كان مستلم الإشرافية أول معركة طلعناه من نص الإشرافية ثاني معركة الإشرافية كاملة ثالث معركة وصلنا تقريبا لشارع عشر بالشيخ مقصود بعدين نتفاجأ يعني شبيه اليبكي هن داعش طبعا هن القياده موحده قياده النظام وداعش واليبكي <applause> القياده الرئيسيه في ايران نتفاجئ بيجي بفتعل مشكله معنا مشان نوقف المشكله معه لانه صار كان وقت زحف كبير على الشيخ مقصود <applause> بتطهيره المهم تراجعنا وكان سبب وقتها لهدنه مع اليبكي باعتبار انه داعش كمان حاصرنا مده ست شهور كل الناس بتعرف هالحكي <applause> المهم يعني <applause> وقفنا عن قتالهم لانه هن اللي عم يتعرضوا لل كل شيء ثوري بس كان كردي وكان عربي طيب حبذا الان الان ما يجري على الارض الان ان تصف لنا الخارطه الان التوزع في تلك المنطقة، الاشرفية، الشيخ مقصود، السكن الشبابي، بستان الباشا، الهوللوك، الان اين انتم متواجدون؟ اين الثوار متواجدون؟ واين اليابك اليبيدي؟ اين جيش الثوار وقوات الحماية والقوات الديمقراطية متواجدة هناك؟ اخي نحن بالنسبة للجيش الحر المتواجدين متواجدين بالإشرافية وبالسكن الشبابي وبالكاستيلو الأشرافية ليس كلها أنتم لكم في الأشرافية 40%؟ بس... تقريباً؟ لا يا أخي هن جزء لهم بسيط جداً الباقي للنظام؟ لل... إيه بالضبط يعني م -م. جزء له جزء للنظام من طرف المجبل الزفت مشفى حنان باتجاه الحديقة الإشرافية أنتم في بني زيد ايه باتجاه الجنوب نحن بالاتجاه مشفى حنان الى حديقه اشرافيه باتجاه الشمال النا هن من مشفى حنان لحديقه اشرافيه باتجاه الجنوب هي خط يعني عرضي بالضبط أم. الشيخ مقصود من يسيطر عليها الان الشيخ مقصود يسيطر عليها جيش السوار وقوات اليبكي السكن الشبابي سكن شبابي بالجيش الحر، الفرقة 16 والفصائل الأخرى طيب دعنا ننتقل أبو مجد، أبو المجد الآن أه البي حسب علمك وهل التقيتم بهم أنت كعضو في المجلس الثوري السوري الكردي الكوملة؟ هل التقيتم بهم في في المراحل الأولى؟ هل كان بينكم تنسيق حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه؟ ببداية الحراك العسكري في مناطقنا أنا من أبناء ريف مدينة الباب بداية الحراك قام حزب البيكيكي بإنشاء مجموعات قليلة في قرية طلبطال وما طلبطال وما شابه ذلك لأجل إنشاء كيان تابع لهذا الحزب رحنا لعندهم وقلنا لهم انه هذا ما بيصير، هذا علم بي ما بصير تحطه هون، نحن هي مناطق عرب واكراد وتركمان، يعني خليط نحن من الشعب السوري. اه لا هي غربي كردستان، يعني حاولنا انه نتفاهم معهم نضمهم للثوره السوريه لصفوف الثوره السوريه اول اتهام كان لانه بأنه نحن خوانا خوانا للقضيه الكرديه خوانا لا امور هذا كان اتهامهم حاولنا مرارا وتكرارا عبر وسطاء عبر كذا بي... نحاول انه نضمهم للثوره السوريه لا لا ما لقينا منهم اي شيء بالعكس كان القمع والاعتقال والخطف والقتل وتوصل معهم ل... اذا ما يحسنوا يخطفوا انسان سائر كردي يقتلوه طيب امثال خطفوا احد اعتقلوا احد منكم نعم. نعم. مثل مين نعم اول شيء اول شهيد سقط على يد حزب الاتحاد الديمقراطي البادئ هو الشهيد مشعل تمو وثاني شهيد هو ابن مدينه كوباني الشهيد ولاد حسي الذي خرج ونادى الله محي الجيش الحر قاموا في قتله ومن بعدها عائلة الشيخ حنان في مدينة عفرين قاموا في حرق العائلة كاملة أطفالا ونساء ورجالا وقاموا في هدم منازلهم ومن بعدها قاموا بخطف ثمانية ضباط أكراد سوريين بامتياز هؤلاء الذين قاتلوا في جانب السوار مع باقي إخوتهم الضباط الشرفاء في مدينة الحاصل ومدينة العرن وحلب وريفها الشمالي ومدينة الرستن تحديدا هؤلاء الضباط الثمانية منذ ثلاثة أعوام حتى هذه اللحظة قام حزب الاتحاد الديمقراطي البيادة بخطفهم لأنهم كانوا نواه لجيش وطني سوري يحمي سوريا أرضا وشعبا هؤلاء الآن موجودين عند حزب الاتحاد الديمقراطي البيادة Mm -hmm. uh, القيادة في الفرقة 16 محمد رافع الراية ماذا ماذا تريد البي كي ماذا يريدون من الاشرفيه وما حولها باختصار من تلك المنطقه؟ اخي هن ما بدهم الاشرفيه وما حولها، بدهم كل حلب بدهم يعني يتقاسموا مع النظام مناطق <applause> ال... الخاضعة لسيطرة الزوار بدهم يسيطروا عليها هن مثل ما حصل بالريف الشمالي بكل يعلم والنص الثاني للنظام هو شريكهم الثاني والحمد لله رب العالمين بستال باشا كنا نحن اول من صدهم نحن طبعا مو نحن لحالنا كل الفصائل الثورية خربت لهم مشروعهم وان شاء الله هلا قلب كيدو بنحره ان شاء الله طيب احبتي المشاهدين ننتقل الى المحور الثاني من حلقه اليوم طريق الكاستيلو هو الهدف المشترك لقوات النظام وكذلك لقوات البيكك يدي المتواجده على مرتفعات من الشيخ مقصود حيث تطال نيرانها طريق الكاستيلو طريق الكاستيلو المتامل في خريطته يجد انه الرئة التي يتنفس منها المدنيون قبل العسكريون. فهل اصبح طريق الكاستيلو الذي يتنفس منه المدنيون ايضا قبل العسكريين هو هدف مشترك ايضا للنظام ولهذه المنظمات المشبوهة على مدار التاريخ. نتابع التقرير ثم نبدا النقاش. بعد ما فشل النظام من اقتحام أو تسكير الطريق الوحيد لحلب الذي يربط بين الريف الشمالي والجنوبي والغربي فقام حزب البي كي كي برصد الطريق الوحيد المؤدي لطريق كاستيلو يصف أهالي مدينة حلب طريق الكاستيلو بأنه الرئة التي تتنفس منها أحياء حلب المحررة إذ تمر عبره المساعدات الإغاثية والطبية بينما تسعى قوات الاسد منذ فتره طويله لقطعه واطباق الحصار على حلب، وشنت عده هجمات لكنها فشلت في تحقيق مرادها. تكمن اهميه طريق الكاستيلو كونه المخرج الشمالي لمدينه حلب والطريق الوحيد الذي يصل ريفي المدينه الشمالي والغربي مع احيائها الخاضعه لسيطره فصائل المعارضه، وذلك منذ معركه دبيب النمل التي خاضتها الفصائل ضد قوات النظام قبل اكثر من عام. واستطاعت خلالها الأخيرة السيطرة على المخرج الشرقي للمدينة، وبعد أن نجح النظام مطلع شباط الجاري بفك الحصار عن بلدتين بول والزهراء شمال غرب حلب، توجهت أنظاره إلى طريق الكاستيلو مجددا، وتوقع معظم الأهالي محاولة النظام السيطرة على الطريق، وبالتالي حصار أحياء المدينة المحررة بشكل كامل. لكن ما جرى هو ان وحدات حمايه الشعب الكرديه المتمركزه في حي الشيخ مقصود تقدمت باتجاه احياء بستان الباشا والهلوك وبعيدين بهدف السيطره على الطريق وخاضت معارك ضد عناصر الفرقه 16 التي تتبع للجيش السوري الحر وحركه احرار الشام وكررت الوحدات الكرديه محاولتها ولكن من محور مختلف وهو محور السكن الشبابي تزامنا مع هجوم قوات النظام على حي الاشرفيه من جهه حي بني زيد بهدف رصد طريق الكاستيلو وباءت جميع المحاولات بالفشل اذ تمكنت فصائل المعارضه من صد هجوم الوحدات واستعادت السيطره على النقاط التي تقدمت اليها في حي الاشرفيه وفي حال قطع الطريق فان احياء مدينه حلب الخاضعه لسيطره المعارضه ستصبح محاصره بشكل كامل وبالتالي ستمنع الإمدادات الغذائية والطبية عن أكثر من 300 ألف مدني فإن حوالي 40 ألف عائلة ستحاصر داخل المدينة في حال قطعه وأفاد بعض الناشطين أن الطريق رصد ناريا في الوقت الراهن بنسبة 70% بعد تقدم قوة النظام من جهة حندرات تزامنا مع محاولة وحدات حماية الشعب الكردية التوغل إلى الطريق من جهة حي الشيخ مقصود شمال المدينة وعلى الرغم من المخاطر الشديدة التي من الممكن أن يتعرض لها الأهالي من خلال عبورهم الطريق إلا أن المدنيين ما زالوا يستخدمونه في الوقت الراهن محمد رفع الراية القيادي في الفرقة 16 تابعت وإياك هذا التقرير قوات البيكك والبيدي التي تسيطر وتحكم سيطرتها على الشيخ مقصود تأتي من المرتفعات وتنصب القناصين وضربت عدد من المدنيين كما نشر بعض الناشطين ما صحة هذه الأخبار؟ أخي هن بالأساس ما بيجوا على المرتفعات هن باركين بالمرتفعات الشيخ مقصود ومثبتين القناصات إن كانت دوشكا أو 14 أو 23 جميع القناصات على هذا الطريق كل ما رأوا مشاهدة عم يتم قنصها ومشكورين الاخوه بمجلس المدينه والفصائل الاخرى اللي حاولوا يعني يرفعوا سواتر على الطرقات عشان عدم اصابه المدنيين لانه هن حزب اليبكي ياخذ امر من النظام اي وقت بده يقطع الطريق اي وقت بده يفتح الطريق ونحن ان شاء الله ما راح نسمح لهم يستعملوا هالورقه ضد اخوتنا المدنيين في حلب ان شاء الله نعمل, نعمل جهدنا بالتكاتف مع القوى الثوريه الفصائل السورية بحلب ان شاء الله ل لالغاء هذه الظاهره ان شاء الله هل عندكم خطه معينه من اجل الحيلوله دون قنص المدنيين وحتى العسكريين هناك ان, إن, إن ما عندك مانع طبعا من ذكرها لا بشكل مبدئي قلناه يعني انه معظم الفصائل بارك الله فيهم او القوى الثوريه او المدنيه او الاعلاميه يعني حاولوا برفع السواتر حاليا كحل اول وحلول ان شاء الله يعني تاتي لحالها ان شاء الله ما نقدر نذكر اي شيء على الاعلام ان شاء الله حلول نحن نتمنى بنتمنى انه يعني طبعا تصل رسالتنا هلا انه يتركوا حاليا كما شكل مبدئي <applause> هاي الحزب المرتزقة الموجود بالشيخ مقصود يطلع من الشيخ مقصود يتوجه لعفرين يبركوه عند على عفرين وهيك افضل له وافضل شعب حلب طيب ابو المجد كوملة ما اهميه طريق الكاستيلو طريق الكاستيلو حاليا هو الشريان الوحيد الى مدينه حلب عندما يقوم حزب الاتحاد الديمقراطي بقطع هذا الطريق فهو طبعا تأتيه الأوامر من مختار حي المهاجرين في دمشق بشار الأسد ونظامه الفاسد طبعا جميع يشاهد وشاهدنا على العلني ماذا حصل في الريف الشمالي عند اقتحام قوات النظام والميليشيات الطائفية له بنفس الأوقات ونفس التوقيت قام هذا الحزب بقطع الطريق على مدينة دير جميل ومدينة الرفعت واحتلالهما طريق الكاستلو هو حاليا الشريان الوحيد إلى مدينة حلب لذلك أنا أطالب من جميع الفصائل بريف حلب الغربي بفتح معركة على حزب الاتحاد الديمقراطي من ريف حلب الغربي باتجاه القرى بجانب مدينة نبل لإشغال حزب الاتحاد الديمقراطي من هناك حزب تقصد تقصد من ناحية فتح معركة من ناحية من عين جارة, وبابيس من عين جارة وبابيس إلى هذه المناطق لأن حزب الاتحاد الديمقراطي البيدي في حي الشيخ مقصود تحديدا يتزخر من النظام طعامه من النظام ومنذ ثلاثة أيام أو أربعة أيام قام النظام لألا نخرج عن الموضوع نعم أهمية طريق الكاستيلو أهمية طريق الكاستيلو مهم وشريان الحلوي إلى مدينة حلب تحديدا هل ممكن أن يقطع؟ لا يقطع لأن أمل في الله وأمل في السوار الموجودين الآن في هذيك المنطقة أمل كبير وهم ثقتهم كبيرة في الله ولن يقطع هذا الطريق بإذن الله ما دام هناك رجال يحملون راية علم الثورة السورية ويقفون بجانب هذا الشعب لن يقطع هذا الطريق أبو محمد رافع الراية القيادي في في الفرقة 16 أنتم متواجدون هناك ومعظم المعارك منذ البداية إلى إلى الآن إلى هذه اللحظة أنتم متواجدون هناك وتعطى نقطة لكم أنكم لم تخسروا اي قطعه ارض منذ بدايه الثوره في الفرقه 16 طبعا وبكل صراحه مع بعض الملاحظات التي يضعها يضعها البعض عليكم لكن هذه نقطه تحسب لكم انكم لم تخسروا اي نقطه هل ممكن ان يقطع وتخسروا طريق الكاستيلو على كل حال على اجسادنا هذا الكلام نحن طالما فينا روح وفي عنا ثوره باذن الله تعالى اقول لك انا بلغت رساله لازم تفهموها انتم اخواننا وكل شعب سمعنا تصل رساله الموجودين بالشيخ مقصود من هالحزب اليابكي او جيش الثوار يخلوا الشيخ مقصود ويتوجهوا الى ماذا عبرين. ماذا تقصد ماذا تقصد <applause> آه 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 البعض البارحه البارحه وضع ملاحظات على تلك الجبهه لا ادري من آه قالوا أنه تضرب الشيخ مقصود يضرب المدنيين ووقع قتلى من المدنيين في الشيخ مقصود ماذا تريد أن تقول الآن؟ يا أخي بالنسبة ل يعني هن ايش بيقولوا على الضرب طبعا انت اليوم عندي حدا بيقوم بضربك ده ترد عن نفسك، نحن التزمنا بالهدنه كل الناس تعرف من اول يوم التزمنا بالهدنه هن ما التزموا وطبعا هذا من الحق انه نرد عن انفسنا <applause> طبعا هن الرسائل اللي وجهوها وصاروا يعني مثل منظمات حقوق الانسانيه نفس المبادئ هل يعني تع... بطلب و... هل تعتقد ان ان الهدنه بجواب بي... سريع هل تعتقد ان 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 الهدنه ستنجح ام خلاص الهدنه فاشله؟ من اول يوم فاشله من اول يوم فاشله اي هدنه عم... أي... اي اي هدنه عم نحكي عنها اليوم الطيران قصفنا من غارات مم. يعني وقت اللي ردينا على قنص الطريق صار يقنص الطريق الكاستيلو ردينا عليهم طبعا بعد مشاورة الحصاء الثورية كلها حطيناهم بالصورة أنه فرجوا صاروا يضربوا على الطرقات أنت تؤكد أن الطرقات الآن تقنص في طريق الكاستيلو ويقنص المدنيون تؤكد هذا هذه المعلومة الآن؟ طبعا اخي طبعا طيب الطريق كل الاوقات عم قنص بس قلت دعنا. الحمد لله دعنا مين هلا يعني وقايه تقريبا يعني شبه انه ان شاء الله تحسن الطريق طيب ابو المجد كوملا نختم ب 30 ثانيه اخر رساله تريد انت ككردي ان توجهها في برنامج خطوط النار اوجه رسالتي الاخيره الى اكراد ركن الدين، الى اكراد عموده، قامشلو، عفرين، كوبني بان يسوروا على هذا الحزب الطاغي ويخلعوا مسمار جحه من المناطق الكرديه السوريه بأن يسوروا على هذا الحزب الذي قتل وهجر الشعب الكردي خاصة وعامة الشعب السوري بأن يسوروا ويخلعوا هذا بسمار أشكرك أبو المجد كوملا الرسالة الأخيرة التي توجهها محمد رافع الراي قيادي في الفرقة 16 بثلاثين ثانية أخوي الرسالة بوجهها انه بالشيخ مقصود موجود تواجدي بالشيخ مقصود عم يدعو انه عم نخسر المدنيه يا ريت يا ريت تكشفون بهالطريقه انه نحن رايحين نساوي معبر انساني حيطالعوا المدنيين المتواجدين لانه يعني هن حاطينهم مثل دروع بشريه عم تحججوا فيهم يا ريت يا ريت تصل رسالتي إذا رسالتك أنتم تؤمنون معبر إنساني للمدنيين في الشيخ مقصود ليخ... ليخرجوا و... وفي حال فشلت الهدنة سوف تعلنوها منطقة عسكرية هذه هي رسالتك؟ نعم نعم والرسالة الثانية الأخوة عبصير خلط كثير يا أخواني يا جماعة انتبهوا من الموضوع عبقولوا أكراد يا أخي والله حربنا ما مع أكراد يا أخي حربنا مع حزب اليبكي ومع جيش السوار المرتزقة تبعه <applause> يا اخي والله الاكراد الجوع عم يناشدونا بفرجيكم انا عندي اثباتات والرسائل عم تجيني من جوا من الاكراد المدنيين عم بيستغيثوا عم بيقولوا تعالوا طالعونا كرمال الله عم بيستغيثوا اشكرك <applause> اشكرك ما حدا يخلط, يخلط. يخلط انه حربنا مع اكراد في ناس كثير عم بيفهموا الصوره غلط بالعكس الاكراد هن معنا المدنيين هن معنا اشكرك <تصفيق> <تصفيق> محمد رافع الرايه قيادي في الفرقه 16 وصلت رسالتك اشكرك على هذه المشاركه الطيبه. القيادي في لواء احفاد صلاح الدين الكردي وكذلك عضو المجلس الثوري السوري الكردي الكومله اشكرك. بارك الله فيك. لا يسعني الا لك. ان اشكركم سادتي المشاهدين هذا زاهر الشرقاط يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.